بالفعل بدأت قوات النظام المدعومة بالميليشيات الإيرانية اقتحاما بريا مساء أمس. طبعا هذا الاقتحام بدأ على محاور ريف إدلب الجنوبي. طبعا تسعى قوات النظام من خلال الكثافة النارية وأيضا المدفعية الثقيلة التي تمهد أمام هذه القوات المقتحمة، بالإضافة أيضا للقصف الجوي المكثف الذي يستهدف مناطق جبل الزاوية من قبل الطائرات الحربية الروسية، أن تتقدم باتجاه هذه المناطق. طبعا أحرزت قوات النظام خلال 24 ساعة تقدما على عدد من القرى في محيط جبل الزاوية، واستطاعت التقدم على منطقة الشيخ دماس وأيضا الشيخ مصطفى وكفر سجنة. جميع هذه القرى قامت قوات النظام بالالتفاف عليها من الجهة الغربية الجنوبية الغربية من جبل الزاوية، ودخلت إلى هذه القرى بالفعل. والآن تدور اشتباكات عنيفة تسعى قوات النظام من خلالها أن تتقدم أكثر في عمق جبل الزاوية. طبعا الجدير ذكره بأن هذه المناطق جميعها تشهد حركة من النزوح، بالإضافة أيضا لاستمرار حملة القصف المكثف على هذه المدن والبلدات من قبل المقاتلات الحربية الروسية وأيضا المدفعية الثقيلة التي تستهدف هذه المناطق. طبعا الهدف بحسب العسكريين هناك، تحاول قوات النظام أن تسيطر على منطقة جبل الزاوية من بعدها لتنتقل إلى منطقة سهل الغاب. هذا الهدف الواضح لقوات النظام التي تحاول التقدم على هذه المنطقة، لربما هي خطة للوصول إلى طريق الإنفور الذي يعني يفصل مناطق سراقب باتجاه منطقة أريحة وتلك المناطق في سهل الغاب. طبعا الآن تدور اشتباكات عنيفة، تحاول قوات النظام أن تتقدم أكثر على هذه المحاور تحت غطاء الجو الروسي وأيضا المدفعية الثقيلة التي تمهد أمام هذه الميليشيات.